مشاهدينا الكرام، برحب بيكم مره ثانيه في وقفه حواريه جديده في هذا الصباح والوقفه اليوميه المعتاده مع اخر مصادر في عناوين صحف القاهره اليوم. هنستعرضها بالمزيد من التفصيل والتحليل مع الكاتب الصحفي الاستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط للشؤون الخارجيه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد. معك استاذ محمد من جريده الاهرام، وخبر في صفحتها الرئيسيه بيقول الجيش والشعب والشرطه ايد واحده، الرئيس لا يتعين تعميم بعض الممارسات الخاطئه على كل رجال الامن. نعم. يمكن هذا التصريح جه اثناء زيارته المفاجئه امس لاكاديميه الشرطه. صحيح. لتفقد احوال الطلبه وتناول الافطار معهم ومتابعه تدريباتهم. طبعا. تعتقد سبب الزياره في الاساس كان ايه؟ السبب او الدافع للرئيس للقيام بهذه الزياره في هذا التوقيت، حتى نكون صرحاء، هو بيعكس في المقام الاول قدره من الرئيس على التكيف مع المتغيرات التي تحدث على الأرض في الشارع المصري. احنا شفنا في الأيام الأخيرة في هجمة منظمة على جهاز الشرطة استنادا لبعض الحوادث التي قام بها أفراد ينتمون لهذا الجهاز. هذه الحوادث تكررت أكثر من مرة، لكن تم تسليط الضوء عليها من جهات سياسية معينة بهدف تشويه جهاز الشرطة كله. واحنا عارفين ان احنا داخلين على اعياد الشرطه في شهر يناير القادم، هل لا يجب ان تخرج هذه الحوادث عن اطار الحوادث الفرديه؟ فالرئيس كان لازم يروح يضع النقاط على الحروف، سواء مع جهاز الشرطه او مع الراي العام والشعب المصري. فرساله الرئيس كانت واضحه، الرساله الاساسيه كانت واضحه، ان القانون هو المعيار وهو الذي سيطبق. وكان هناك رساله لرجال الشرطه انه مع قله هذه الحوادث وان هي ما خدتش شكل ظاهره ومع اقرار الناس بهذا، لكن الامر مثل الثوب الابيض، يعني النقاط السوداء قد تشوه الثوب كله، وده غير مطلوب في هذه المرحله. مش بس تشوه الثوب، هي تفسد الثوب اصلا. مع ادراكنا جميعا ان في تحديات وفي ضغوط على رجال الشرطه، والرئيس تحدث عن هذا الموضوع، لكن كان لازم يوضح المعايير. النهارده على حد معلوماتي، يمكن قبل ما ادخل الاستوديو علمت ان النيابه العامه في الاقصر قررت يعني حبس بعض الضباط المتورطين في احدى هذه الوقائع، وده بيؤكد كلام الرئيس انه سيتم الاحتكام للقانون، لكن التعامل مع هذه العناصر التي تفسد الثوب كله كما اتفقنا يجب ان يتم اولا من خلال جهاز الشرطه نفسه. احنا عارفين السواد الاعظم من ضباط الشرطه ناس منضبطين وملتزمين ويدركوا حجم التحديات اللي بيواجهها المجتمع المصري في هذه المرحله، ويجب ان يكونوا سندا للدوله المصريه وسندا للشعب المصري. تمام. طيب حضرتك ذكرت ان الزياره دليل على تكيف سياده الرئيس بالزبط. مع المتغيرات اللي بتحدث في الشارع، فهل وقع هذه الزياره او نتيجه هذه الزياره كان ليه تأثير على الشارع المصري أيضا؟ أتصور أن كلام الرئيس امبارح اللي أذيع في التلفزيون كان لرأي العام كان بالغ الأهمية، الرسائل كانت شديدة الوضوح، والرئيس لما كان يعني هو لم يكن خطابا مكتوبا لكن كان كلام مباشر وصريح، واتكلم عن أن العلاقة يعني ببساطة كده، العلاقة يجب أن تكون علاقة حب واحترام وليست علاقة خوف، هي دي النقطة الأساسية. علاقة الخوف تكون من الشخص اللي بيرتكب جرم ناحية رجل الأمن، ده يبقى مفهوم. لكن العلاقة بين المواطن العادي ورجل الشرطة يجب أن تقوم في المقام الأول من الجانبين على معيار الحب والاحترام، لأن هذا ما يساعد على تماسك المجتمع المصري والترابط بين مؤسسات الدولة وخصوصا المؤسسات الأمنية والرأي العام. ولكن المجتمع. صورة الحب والاحترام اللي يجب أن تكون متبادله ما بين بالظبط بين المواطن وبين رجل الشرطه، وده اللي الرئيس قاله لما اتكلم، قال مثلا ان يجب ان تتعامل مع المواطن على انه اخ ليك او اكثر من اخ ليك. طيب خلينا نقول ان الشرطه على مدار السنين اللي فاتت والنظام السابق ما كانتش هي دي الصوره ما بينها وما بين ما كانتش هي دي العلاقه ما بينها وما بين المواطن، ما كانتش هي علاقه الحب والاحترام، كان فيها بعض الخوف وكان فيها بعض القمع كثير، كان فيها كثير من الخوف وكثير من القمع، لكن هذا بسهوله ان هي تتغير هذه الصوره. لكن هذا النمط النظام السياسي الحاكم في هذا التوقيت قبل 25 يناير كان له دخل كبير في إفساد هذه العلاقة. طبعا. بعد 30 يونيو أو مع 30 يونيو بدأ تحسن كبير في هذه العلاقة، يجب البناء عليه لإقامة علاقة صحية وسليمة بين جهاز الأمن اللي المفروض هو بيدافع عن المواطن المصري وحقوقه وبين المجتمع ككل أو كأفراد. طبعا.
بنتمنى بالتاكيد ان الصوره تتغير. يعني هو تحدي مش سهل لان انت عايز تتعامل مع هذا التحدي دون ان تكسر جهاز الامن اللي بيحمي الدوله والمجتمع. فالامر اشبه بعمليه جراحيه دقيقه فيها جهاز الشرطه او افراد رجال الشرطه من جانب والشعب من جانب اخر، ايه التحديات اللي بتواجه كل طرف وطبيعه العلاقه الصحيه التي يجب ان تسود بين الجانبين، والتعامل زي ما قلت لحضرتك يجب ان يقوم على الحب والاحترام مش حاجه واحده لكن الخوف، ما هو الخوف مطلوب من الشخص اللي بيرتكب جرم، يجب ان يخشى من رجل الشرطه حتى يرتدع، لكن من المواطن يجب ان يتعامل مع رجل الشرطه على ان هو اللي هيجيب له حقه وهو اللي هو الحامي ليه وهو ده اللي احنا عايزين نوصله. طيب ننتقل لجريده الاخبار وايضا من صفحتها الرئيسيه عن نتائج الانتخابات البرلمانيه التي نحن بصدد الاعلان عنها اليوم بشكل رسمي. 20 حزبا في البرلمان، اولهم المصريين الاحرار ب 65 مقعد، المستقلون 317 وفوز 72 امراه و35 مسيحيا و39 شابا. قراءتك للمشهد البرلماني قبل الاعلان الرسمي للنتائج؟ يعني انا مش شايف المؤشرات اللي بيتم الاستناد اليها او هذه المعايير، سواء عدد السيدات اللي دخلوا او عدد الشباب او عدد الاخوه المسيحيين او اعضاء حزب المصريين الاحرار اللي نجحوا نوابه، يعني ما بتعكس الواقع. الواقع يعني مع الاسف بيغلفوا، الواقع البرلماني الحالي بيغلفوا انطباع واضح لدى النسبة الأكبر من الرأي العام أن هذا البرلمان غير جيد، أن هذا البرلمان ليس هو المثالي، أن هذا البرلمان لا يتفق مع شعب قام بثورتين علشان يبقى في حياة ديمقراطية سليمة. يعني احنا شفنا في ظواهر عديدة بتؤكد هذا، وأنا كنت بقول لحضرتك على قدرة الرئيس على التكيف. قدرة الرئيس بصفته هو الشخص الذي اختاره الشعب لقيادته في هذه المرحلة، وهو تعامل بقدرة وحساسية بالغة على التكيف مع الموضوع الأمني، الملف الأمني الشائك أو الملف الأمني هو الأكثر يعني صعوبة، تعامل معه بهذه القدرة العالية على التكيف. أتصور أن الواقع الحزبي المرير في مصر يجب التعامل معه بنفس القدر لأنه أكثر خطورة. الأحزاب حضرتك شفت الانتخابات، ما فيش حزب واحد باستثناء حزب النور اللي اخفق اخفاق كبير في الانتخابات، يعني في النتائج كانت ضعيفه جدا. باستثناء حزب النور ما فيش احزاب اخرى دخلت بمسمياتها، كله انضوى تحت لواء قوائم. ده بيعكس ان هذه الاحزاب غير قادره على المنافسه. هل ايضا غياب دور الاحزاب ده كان ليه عامل في ضعف الاقبال على الانتخابات بشكل عام؟ طبعا، لان اذا كانت الاحزاب مش داخله الانتخابات باسمائها فهي طبعا مش داخله ببرامج حقيقيه، واي حزب يتكلم عن برامج هو بيخدع الناس، والشعب لم يعد يعني اصبح لديه من الوعي السياسي الدرجه الكافيه لكي يعني يستطيع فرز ما حوله من متغيرات سياسيه. فالاحزاب السياسيه لم يكن بها برامج تلبي طموحات قطاعات الشعب المختلفه، ولم يكن بها برامج تلبي رغبه المجتمع المصري في ان تنتقل هذه الدوله الى مصاف دول متقدمه، متقدمه مش بس اقتصاديا لكن ايضا متقدمه سياسيا. البرامج انا اتكلمت في كذا مناسبه وقلت يا جماعه الاحزاب بره بتشتغل بتلعب بطريقه مختلفه، انتوا بتلعبوا لعبه اخرى خالص، دي لعبه مختلفه خالص. بعدين النخبه اللي افرزتها هذه الانتخابات دي مش نخبه سياسيه. هل هذه النخبه السياسيه؟ يعني ما تشوف حضرتك الاسامي اللي مطروحه او اللي نجحت في الانتخابات، هؤلاء ليسوا ساسه. هؤلاء حتى يعني في بعضهم ينتمي لمعسكر رجال الاعمال، بعضهم ينتمي لمعسكر الاعلام سواء المذيعين او الضيوف ممن يقف وراءهم رجال اعمال، اشخاص قادرين على ضخ مال سياسي للفوز بالانتخابات، لكن في كل الاحوال هم مش نخبه سياسيه ولن يستطيعوا ان يتحولوا ليصبحوا نخبه سياسيه. فده واقع مؤلم، واتصور ان هناك ضروره ملحه مش بس لسياسة الأحزاب السياسية لكن أيضا لإعادة النظر في بعض مواد الدستور التي تنظم العملية السياسية. احنا شفنا ان الانتخابات جرت في شفافية ونزاهة، لا يستطيع احد ان يشكك في هذا الموضوع، لكن مش ده المعيار الوحيد اللي هينقلنا. المعيار الاهم هو الأحزاب السياسية. الله، دي الدائرة الأساسية المفروض تفرز القادة في المجتمع المصري في اي نظام ديمقراطي. فاذا كانت هي مش قادرة تفرز لنفسها نواب في البرلمان، يعني عشان نقول حزب اغلبيه وحزب معارضه،
فنتصور ازاي ان هم هيفرزوا لمؤسسات الدوله، للمحليات، للاجهزه الاداريه؟ يعني امر صعب. وانا شفت في تجارب عاديه لو سمحت لي في عجاله، يعني علشان نتخلص، احد الادوات للتخلص من هذا هو ان اي حزب يتم وضع ماده في الدستور، اي حزب لا يحصل على 5 أو 10% من اصوات الناخبين، اصواتي دي كلها بتلغى وتذهب للاحزاب التي حصلت على نسبه اكبر. وده بيضمن ان هذا الحزب لو حزب فاشل وموجود فقط لوجهه اجتماعيه او لمصالح ذاتيه لاشخاص، لن يستمر وسيخرج من المعادله سريعا. تمام. طيب لجريده الوطن نقرا منها عن لقاء السيسي برجال الاعمال او الامس، واللي وعد انه هيكون لقاء شهري لمناقشه التطورات الاقتصاديه. السيسي يطمئن رجال الاعمال مفيش تاميم واريد افكارا من خارج الصندوق، والسويدي يقول الرئيس وافق على اشتراك مجتمع الاعمال في القرارات بما لا يضر المواطن. نعم. اولا انا سعيد ان السويدي هو اللي تحدث تحديدا، لان اعلم انه من رجال الاعمال. اللي احنا عايزين بقى نتكلم عن رجال صناعه، مش بس رجال اعمال، مش بس تجاره او استثمار، ولكن رجال صناعه. احنا بقينا مجتمع نهم للاستيراد. وانا مش فاهم حتى هذه اللحظه، يعني يا جماعه نهم للاستهلاك. ماشي، بس انت ممكن تستهلك منتجاتك. نعم. ها، ولكن انت معظم منتجاتك دلوقتي من الالف للياء بتستوردها. نعم. طب احنا بقى نصيغ معادله بالتوافق بين القياده السياسيه والحكومه ورجال الاعمال، ازاي نقدر مثلا نشوف قوائم الاستيراد ونشوف ايه اللي احنا ممكن ننتجه محلي؟ استورد يا سيدي خطوط انتاج جاهزه من الخارج وصنع هنا ووفر ايدي عامله واهله للمنافسه. دلوقتي حتى مش بتستورد خطوط انتاج، انت تقدر تستورد حقوق الملكيه الفكريه لمنتج وتصنعه في بلدك، وتعمل بقى اعاده تنظيم للصادرات والواردات والصناعه. الرئيس لما اتكلم ان مفيش تاميم هو يقصد ما هو ابعد من ذلك، ويقصد طمأنة رجال الاعمال، لان في شائعات كثيره ونحن في مرحله هنشوف فيها شائعات كثيره جدا لضرب الاقتصاد، لضرب العلاقه بين الشعب والامن. يعني فهو في اطار القدره على التكيف اللي انا اشرت اليها سارع بعقد هذا اللقاء علشان يؤكد على النقاط الاساسيه. لا، انتوا اشتغلوا براحتكم في اطار من القانون وفي اطار من مراعاه مصالح الدوله والمواطن المصري، واحنا هنساعدكم، مش هناخد فلوسكم، احنا مش جايين ناخد فلوسكم، ولكن لازم يبقى فيه بقى اعاده توجيه للدفه باتجاه صناعه حقيقيه. وهذكر لك، يعني انا مع الاسف الشديد في امور احد وزراء التجاره، صدقني والله العظيم هذا حدث يمكن اقل من عام، في حدود عام يعني، وكنا في جوله افريقيه، انا بتحرك لنشاط وزراء الخارجيه يعني بالاساس، لكن هو كان مرافق لوزير الخارجيه ساعتها، وسالته عن استراتيجيتكم في افريقيا، بيزور افريقيا. فوزير التجاره قال لي استراتيجيه ايه؟ مفيش حاجه اسمها استراتيجيه، ده مصطلح من الستينات. احنا دلوقتي رجال اعمال تنزل البلد بنشوف، ننزل مثلا ننزل ب 50 رجل اعمال، لو 2 منهم نجحوا يعملوا صفقات يبقى حاجه كويسه جدا، او 3 يعملوا صفقات. فدي رؤيه كانت موجوده. نعم. ده الرؤيه دي لازم تنتهي خالص. ده رؤيه كارثيه. يعني اذا كان وزير التجاره بيقول مفيش استراتيجيه، مش مؤمن بالمصطلح ولا بالفكر، ده تتوقع منه ايه؟ وتجاره وصناعه اعتقد. طب انت دلوقتي بقى لا، مفيش وقت للهزار. مفيش وقت للهزار لان النتائج هتبقى كارثيه. فاشراك رجال الاعمال في القرارات ده امر مهم، لكن في القرارات الاقتصاديه والماليه فقط، القرارات بالتأكيد السياسيه يجب ان تكون مرجعيات مؤسسات الدوله السياديه بالاساس، وايضا الاحزاب السياسيه الوطنيه. وهل من الضروري ان يعقد هذا اللقاء بشكل دوري ومستمر للاستماع للمشاكل اللي بيواجهها رجال الاعمال؟ دي بالاساس مهمه الحكومه يعني، ومهمه وزير وليست مهمه رئيس وزراء او رئيس جمهوريه بالاساس، لكن عندما تختلط الاوراق لازم الرئيس هيتدخل للتعامل مباشره وتاكيد دعمه لمجتمع الاعمال في مصر، اللي اتمنى ان مجتمع الاعمال والصناعه بشكل حقيقي مش مجتمع اعمال فقط. نعم. من جريده المصري اليوم، البنك الدولي يتجه للموافقة على قرض 3 مليارات دولار حسم الطلب على الأسبوع المقبل والتوقيع منتصف الشهر. المزيد من القروض. أنا البنك الحمل. الدولي البنك الدولي تحديدا وصندوق النقد، يعني ميراثنا التاريخي معاهم ما نقدرش نقول إن هو إيجابي قوي، لكن في أمور عديدة بتتصل بيه، من بينها إن هما بيبقى لهم معايير سياسية، إحنا نسميها أحيانا شروط، نسميها معايير، نسميها زي ما هما بيقولوا مثلا يعني اجراءات سياسيه يجب اتخاذها
لضمان تسديد او اعاده تسديد هذه القروض وفوائدها. ولكن في كل الاحوال مصر في حاجه الى عمله صعبه، في حاجه الى تجاوب اكبر من مؤسسات التمويل الدوليه مع الاقتصاد المصري عشان يعطيه ليس فقط ثقه لكن شهادات ثقه للخارج تساهم في ضخ استثمارات اكبر. اداره المعيار مش هيكون خدنا قرض او ما خدناش قرض، معيار هل ستتعامل بشكل رشيد مع هذا القرض وما يتصل به من اجراءات وتدابير ستقوم باتخاذها ام ستتعامل بشكل غير رشيد. هنا دور الحكومة وهنا دور البرلمان. وعشان كده نرجع نقول تاني ان البرلمان وفقا لصلاحياته الممنوحة له بموجب الدستور سيكون له دور مهم جدا، واذا لم يقم بدور شديد الإيجابية مش إيجابي فقط في فترة وجيزة الشعب سيلفزه. الشعب سيلفز هذا البرلمان. نعم. فهم أمام تحدي كبير، نتمنى على أرض الواقع إن الأمور تأخذ مجرى آخر ويكونوا على قدر المسؤولية حتى لو ما هماش من النخبة السياسية لكن يتحلوا بقدر أكبر من المسؤولية، لأن احنا في مرحلة هنتجاوز في عنق الزجاجة. مصر دلوقتي حضرتك داخلة على مشروعات قومية الرئيس أعلن عنها، منها مشروع إقامة مفاعلات نووية. يعني عندك 4 أو 6 سنين الشعب والدولة والمؤسسات يجب أن تتكاتف لإنجاز هذا المشروع. ده معيار لتحولك من دولة نص نص زي ما نقول كده بالشعبي إلى دولة متقدمة، لأن أنت بتكون مع هذا المفاعل قاعدة علمية متكاملة. دي النقطة الأهم، هيبقى عندك القاعدة العلمية هي القاطرة لتقود المجتمع. لو حصل اختلالات تؤثر على مشروع كهذا المشروع يبقى احنا بقى قدامنا 20-30 سنة تاني على نبتدي نستجمع قوانا. لا بنتمنى ان يعني ما نوصلش القدرة على التكيف برضو من جانب القيادة السياسية اللي اشرت انا اليها مهمة جدا لإعادة التقييم السريع لكافة الملفات بما يسمح بتعاملنا. خبر من جريدة اليوم السابع، تقارير للرئاسة عن الأسعار، تخفيض كيلو اللحمة إلى 60 جنيه. محاولات الحكومة الدائمة لضبط الأسعار داخل الأسواق بطرح بعض الكميات في المجمعات الاستهلاكية الخاصة بالحكومة ومنافذ البيع الخاصة بالقوات المسلحة والجيش. نعم. هل ده بيساهم في أو بيساعد في ضبط الأسعار بشكل عام في السوق أو أم يجب أن يكون هناك آلية أكثر أو مراقبة أكثر للأسواق؟ هو اللي حاصل تقريبا زي ما انا شايف هو ادخال عناصر جديده لمعادله العرض والطلب في السوق المصري بشكل يسمح بتخفيض الاسعار. كل الاجراءات اللي تم اتخاذها واللي الرئيس تدخل مباشره علشان يتم اتخاذها كانت مهمه، ستسهم في تخفيض الاسعار، ولكن في تقديري ده هيبقى امر مؤقت. عشان نحقق ديمومه في الاسعار او معدلات معتدله لارتفاع الاسعار، مش ممكن هنتصرف بعد 2-3 سنين الاسعار هي نفس الاسعار دلوقتي، لكن يبقى الارتفاع معتدل لازم اليات جديده. الاليات دي جزء اساسي منها هو قدرتك على التصنيع والانتاج. قدرتك على التصنيع والانتاج، اذا فضلنا نستورد والموضوع بقى يرتبط بالعمله الصعبه بالدولار وطلب اكبر على المنتجات اللي انت بتستوردها من الخارج، كل دي امور هتساعد على استمرار ارتفاع الاسعار. فيجب ضبط العلاقه، والنقطه الاساسيه كما اشرت لحضرتك هنا هي قدرتك على التصنيع الحقيقي، وان يكون هذا مجتمع صناعي، مجتمع صناعي حقيقي ومجتمع زراعي حقيقي. لو بتصنع بشكل جيد ولو بتزرع بشكل جيد وارداتك هتقل، هتقدر تضبط هذه خصوصا ان احنا عندنا كل المقومات والمعطيات اللي تؤهلنا. طبعا انا بقول لحضرتك دلوقتي دول بره بيشتري حقوق الملكيه الفكريه للمنتج. لو انا مش عارف اصنع العربيه دي هنا، مش عارف اصنعها بشكل كامل من الالف للياء، بروح لشركه اجنبيه اخد حقوق الملكيه الفكريه، بدفع ثمنها واصنعها هنا بدل ما استورد العربيات دي كلها من الخارج. يعني كل حاجه ليها حل، مفيش قله الحيله. عشان كده هرجع لحضرتك تاني الجمله اللي ذكرها الرئيس في لقائه مع رجال الاعمال، اريد افكارا من خارج الصندوق. افكار من خارج الصندوق هذه الافكار. لكن سياده الرئيس لازم نبقى واضحين، افكار من خارج الصندوق، اليه الفرز اللي موجوده في مصر حاليا لقيادات المؤسسات، لقيادات اجهزه الاداره، هي اليه فرز لا تصلح
ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالتفكير خارج الصندوق. وأتمنى من السيد الرئيس أنه يعقد اجتماع هيكون أهم اجتماع في مصر لوضع آلية فرز جديدة للقيادات. لو استمر وأتصور أن كلامي مفهوم لصانع القرار، لو فضلت آلية الفرز دي يبقى مفيش تفكير خارج الصندوق، وانت محتاج هذا التفكير علشان بدل ما تحقق النهضة اللي انت عايزها مثلا في 10 سنين تقدر تحققها في 3 أو 4 سنين. بس بالآلية اللي موجودة لفرز الناس دي الكفاءات ما بتطلعش. وبيتم خلط أوراق كتير أو يقول لك مثلا الشباب لازم يتولى مناصب قيادية. مش دي النقطة، الشباب عايز يشتغل مش عايز مناصب قيادية، لكن الكفاءة لازم تبقى هي المعيار. فقط. أعتقد أن الرسالة واصلة وبسيطة وواضحة. خلينا ننتقل ونعود لجريدة الأخبار وخبر من صفحتها الثانية. دكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية في تصريح لي: انتهينا من تقييم أوضاع المحافظات تمهيدا لحركة المحافظين، بدأنا في محاسبة المخطئين و600 مليون جنيه ل 13,000 مشروع. لكن هذا الخبر يأتي قبيل إصدار حركة المحافظين المرتقبة يصدرها الرئيس السيسي في أقرب وقت ممكن. تعليقك على هذا الخبر؟ طبعا أي حديث عن حركة محافظين تتعلق بأقاليم مصر المختلفة بالمحافظات. المحافظ بيعمل في جهاز محليات، وإحنا عارفين جميعا أن أجهزة المحليات بيشوبها قدر كبير من الفساد، من عدم الرشد، من الإهمال، فهو هيتحرك في مناخ غير مواتي. فأتصور أن الخطوة الأولى كان يجب أن تكون هي متعلقة بالمحليات. المحليات هي الأساس، والمحافظ يدير الوضع في محافظته وسط مناخ سياسي. ما المحليات دي اللي بتمارس السياسة داخل كل محافظة أو كل مدينة أو كل قرية. فيجب إعادة النظر والتحرك بشكل عاجل في المحليات، لأن كلنا عارفين أن دي أحد عوامل التصادم بين الدولة والمواطن المصري. يجب أن نخرج من هذه الدائرة الضيقة. المحافظين اختيارهم بشكل رشيد واختيار كفاءات كويسة ممكن يقلل من الخسائر عند الرأي العام، لكن هو مش هيحل المشكلة لوحده. لازم المحليات تضبط، وبرضه هنا مسألة الفرز وآلية الفرز اللي من يتم اختيارهم ده موضوع أتصور أن الرئيس مطالب أن يعطيه الأهمية القصوى في هذه المرحلة، لأن ده الجهاز اللي بيعاونه، ده الجهاز اللي بيعاونه على الأرض. لو بتختار ناس مش كفاءات يا فندم مش هتحقق لك حاجة. رؤيتك الطموحة لمصر لن تتحقق بهذه الآلية للفرز. طيب آخر خبر من جريدة الأهرام: الرؤية الاقتصادية المصرية أمام قمة الفوكاك بجوهانسبرغ. القمة دي مهمة من ناحيتين. دي قمة الصين أفريقيا، رئيس الوزراء هيروح هناك هيقابل القيادات الصينية الموجودة وهيقابل القادة الأفارقة. لقاءات الجانب المصري مع القادة الأفارقة بالغة الأهمية في هذا التوقيت. احنا شايفين تحديات كبيرة في القارة الأفريقية بتواجهنا، مثلا ملف سد النهضة، لكن في نفس الوقت انت عندك فرص كبيرة جدا للتحرك داخل أفريقيا. يعني والشركات المصرية اللي بتعمل في الداخل الأفريقي، خلي بالك كل القمم دي الصين أفريقيا، فرنسا أفريقيا، كوريا أفريقيا، كل ده بيتعمل عشان عامل دي قارة واعدة لسه خام ومليانة بالخيرات. فانت بتتحرك في شركة زي المقاولين العرب مثلا في أفريقيا بتتحرك بمليارات الدولارات داخل القارة الأفريقية لأنها شركة ناجحة. أنا عايز شركات كتيرة بقى تشتغل كده. ففي أبعاد اقتصادية متعلقة بالبعد المصري الأفريقي وأبعاد اقتصادية متعلقة بالبعد المصري الصيني. مصر بتحاول تصدر نفسها أنها جسر بين هذه القوى العظمى والقارة الأفريقية. نتمنى في مرحلة لاحقة مع تحسن الوضع الاقتصادي أننا نسمع عن قمة مصر أفريقيا، مش 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 فقط تلعب دور الجسر، لكن تلعب انت الدور الاساسي زي ما كنت بتلعبه بشكل او باخر في الخمسينات والستينات ويمكن حتى في الاربعينات. يعني في فرص كبيره، لكن الرشد زي ما قلت حضرتك في السياسه والقدره على التكيف وايضا اليه فرز صحيحه للكفاءات في المجتمع المصري هتحقق لنا كل الاهداف بضربه واحده باذن الله. بالتاكيد بالتاكيد. في النهايه انا لا املك الا اني اشكرك شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي محمد مصطفى مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط للشؤون الخارجيه كنت معنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.